يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الصوفية في حديث في الحديث القدسي: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، هل يدل هذا على جواز الذكر الجماعي؟ وما هو الجواب عن استدلالهم بهذا؟ ما في الحديث أنه ذكر جماعي، ذكر في ملأ ناس حاضرين وذكر الله عندهم، ذكر الله عندهم، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحان الله الحمد لله، وهم يسمعون، ما قال أنه جماعي، هذه إضافة من عندهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استعمال الدف هل يجوز للرجال؟ وهل قوله جل وعلا ذكرته في ملأ خير منهم معناه أنه الله جل وعلا يذكر هذا ذكرا جماعيا بأصوات؟ هذا مثل هذا. نعم.